ومن موجز الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم، والبداية من صحيفة الجمهورية التي كتبت مقال بعنوان عون ميقاتي من يشرف على نهاية العهد. ما الدور الذي سيطلع به ميقاتي إذا أتيح له تأليف حكومة؟ بصريح العبارة سوف تتولى الحكومة إدارة الفشل الذي سقط فيه العهد خلال السنوات الأولى وترتيب ما بعده. ولذلك يعتبر فريق عون أن المهمة التي ستناط بحكومة ميقاتي ستكون حساسة جدا بل خطرة. يخشى فريق عون أن تكون حكومة ميقاتي هي الضربة القاضية لكل ما حققه، خصوصا عندما يصل البلد إلى الاستحقاقين النيابي ثم الرئاسي. فإذا تعثرت الانتخابات تصبح الحكومة الميقاتية هي الآمر الناهي، وإذا لم يكن فريق عون قويا داخل الحكومة فإنه سيصاب بهزيمة سياسية يصعب تعويضها. والهزيمة تعني تحديدا أن ينتهي عهد عون بانتهاء عهده في خريف 2022، فيما هو يراهن على أن عهده لن ينتهي قبل خريف 2028، أي في نهاية العهد الذي سيتولاه باسيل. ولذلك على الأرجح بدأت مواجهة عنيفة ولكن صامتة بين العهد وميقاتي، ولن يتراخى عون وباسيل مع ميقاتي إطلاقا في مسألة التأليف مثلما لم يتراخيا مع الحريري. وإذا كان حزب الله غير مستعجل لقيام حكومة فاعلة في الوقت الحاضر، فإنه سيتفرج على عون يعذب ميقاتي كما عذب الحريري. وفي الخضم لا بأس ببعض الوعود التي تساهم في تنفيس الاحتقان الشعبي الهائل لمناسبة الرابع من آب، ومحاولة الاستفادة من أموال المساعدات الموعودة في مؤتمر الدعم. من الجمهورية إلى صحيفة نداء الوطن التي كتبت عون يرفع الفيتو على توزيعة ميقاتي السيادية. رغم حرص دوائر الرئاسة الأولى على إشاعة أجواء إيجابية، غير أن تقصي خبايا الكواليس أظهر أجواء مكفهرة إثر بروز معضلة أساسية تمثلت بوضع رئيس الجمهورية فيتو على التوزيع الطائفية التي طرحها ميقاتي للحقائب السيادية، كما نقلت مصادر مواكبة للمشاورات الرئاسية، موضحة أن عون لم يهضم تحديدا فكرة إلاء حقيبتي الداخلية والعدل للطائفة السنية. ونقلت المصادر أن الاعتراض على هذه المسألة يضعه رئيس الجمهورية تحت خانة الإخلال بالتوازن الطائفي في التركيبة الحكومية لناحية توزيع الحقائب بحسب نوعيتها وأهميتها. وأكدت أن المضي قدما في عملية التأليف سيكون صعبا ما لم يتم تجاوز هذه العقبة وإيجاد الحل اللازم لها. وإذ لفتت إلى أن ما تحقق حتى الساعة هو تثبيت الحقائب التي اتفق على توزيعها من خارج الحقائب السيادية. نقلت المصادر أنه بقي عدد من الحقائب الأساسية التي سيجري تثبيتها في اللقاء الرابع نهار الاثنين قبل الشروع في حسم توزيع الحقائب السيادية، سواء لناحية ما إذا كان سيطبق عليها مبدأ المداورة أم سيبقى توزيعها كما هو قائم راهنا. ولم تخفي في هذا السياق وجود بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من التعمق في البحث، لا سيما فيما خص الحقائب السيادية. أيضا في الإطار الحكومي ولكن في صحيفة الأخبار كتبت تأليف الحكومة ليس ميسرا. الأجواء الإيجابية لم تحجب الخلاف الذي سرعان ما ثبتته الصيغة التي قدمها ميقاتي لتوزيع الحقائب، فضمه حقيبة الداخلية إلى الحصة السنية مقابل إسناد العدل إلى المسيحيين يعني أنه يقدم صيغة مرفوضة سلفا من عون، وهو ما عبر عنه الأخير بوضوح، وأن فضل الطرفان إبقاء الخلاف في الغرف المغلقة. إلى ذلك أصرت مصادر مطلعة على التعامل مع مغادرة السفير السعودي وليد البخاري لبيروت بوصفها إشارة سلبية للرئيس المكلف. وربطت هذه المصادر الخطوة السعودية بخطوة سابقة تمثلت باستقبال البخاري للوزير السابق محمد الصفدي الذي يشن حملة عنيفة على ميقاتي. لكن في المقابل أصرت مصادر مقربة من الأخير على نفي الترابط بين مغادرة السفير وبين تأليف الحكومة، فهي تتمسك بما نقله الفرنسيون لميقاتي، ومفاده أن السعوديين لا يتدخلون بالاستحقاق اللبناني ولا يفرضون أي شروط، لكنهم سيبنون موقفهم من خلال الأداء والحكم على الأفعال. أما في الشق المتعلق بالمأساة التي يعيشها لبنان على صعيد الحرائق والتهام النيران للأمطار ولعشرات الكيلومترات من الثروة الحرجية في شمال لبنان، كتبت أيضا صحيفة الأخبار حرائق عكار تفضح الدولة، 7 أفراد لمراقبة الأحراج. كشفت الحرائق مدى عجز الدولة اللبنانية وانحلالها وعدم قدرتها حتى على تأمين المازوت للصهاريج وآليات الدفاع المدني. هي
هي جهنم اختبرها أبناء عكار الذين استخدموا النباريش المنزلية والزراعية كل ضمن إمكاناته. ضخامة الحريق وتمدده في بقعة جغرافية واسعة كشف ضعف الإمكانات، إذ ينتشر 17 مركزا للدفاع المدني موزعة من العبد حتى الحدود السورية في وادي خالد، جميعها تعاني نقصا كبيرا في التجهيزات وخصوصا الصهاريج التي تعمل على تغذية الإطفائيات بالمياه، إضافة إلى النقص الحاد في الكادر البشري، إذ لا يتجاوز عدد الأجراء 47 عنصرا معظمهم غير قادرين على العمل بسبب تقدمهم في السن، وبالتالي فإن الاعتماد الأساسي على بعض المتطوعين. أما بالنسبة إلى مراكز الأحراج فيوجد في عكار 5 مراكز فقط جميعها تعاني نقصا في الكادر البشري، إذ يقتصر عدد عناصرها على 7 فضلا عن النقص الكبير في التجهيزات والمعدات اللازمة للتنقل في الغابات ومكافحة الحرائق. وللإضاءة على هذا الموضوع الذي يعاني منه لبنان سيكون معنا بمداخلة هاتفية مدير العمليات في الدفاع المدني الأستاذ جورج بوموسى. صباح الخير. أهلا، صباح النور. يعني ما هو الواقع الآن في شمال لبنان؟ يعني الحرائق الآن هل هي في تمدد مستمر تتوسع رقعتها أم تمت السيطرة عليها؟ كيف هو واقع الحرائق الآن في شمال لبنان؟ هلا مبدئيا الحرائق بعدها مشتعله، بس مش مثل ما تصورت الصوره ووصلت يعني داولتها الناس انه وصلت الحرائق على البيوت واحترق البيوت. هلا احترق كم بيت بجرود الهرمز، بس بمنطقه اكروم، منطقه لقبيات ومنطقه عنتيت، يعني بعض الوضع مش مثل ما تصور. اوكي في حريق بس منه يعني ما بيشكل خطر على البيوت. باكروم تركب بركه ماي للطوافات الجيش اللبناني اليوم، عندنا 3 آليات عم يشتغلوا فوق بلقبيات، كمان عندنا سيارات بعثنا دعم من بيروت ومن جبل لبنان ومن كسروان اليوم بالليل كمان. بس المشكلة انه بس يكون عندك هيك حريق، يعني بس بدك قدرات زيادة، ما فيك تشغل العناصر أكثر من 24 ساعة العنصر ذاته، يعني عم نبدل على طول. يعني تقريبا استهلكنا العنصر البشري الموجود عندنا، مع العلم انه أغلب هودي العناصر هن متطوعين، يعني ما بيشتغلوا لقاء لشيء، ما عندهم بدل مادي يعني. نعم. طيب عم نشوف هلا كمان ايضا تزامنا مع اتصال حضرتك المشاهد يلي بتفرجي بانه في مساحات شاسعه جدا من الثروه الحرجيه يلي تم التهامها من قبل النيران. فعليا وعلى ارض الواقع وبحسب التقارير يلي بتوصلكم، ما هي نسبه الخسائر على الصعيد البيئي، على صعيد الخضار، على صعيد المساحات الحرجيه؟ الى اي مدى الوضع فعلا ماساوي؟ للاسف عم نخسر ثروه حرجيه كثير كثير كبيره. هيدي المناطق الحرجيه فوق من اجمل المناطق الاحراج بلبنان، عم نخسرها لقاء بعض الاشخاص المتهورين او اللي بيقصدوا الاذيه او ما عندهم وعي انه يسببوا هيك حريق. خسرنا ثروه من لحد هيدا الوقت بس من اكبر الاحراج اللي صارت بلبنان، يعني للاسف ما في شيء بيعوضها، لانه على طول غابات الصنوبر اذا ضربتها النار لو شوي صغيره ما بتعود تجدد حالها بعكس السنديان. نعم. يعني للاسف اكيد خسرنا ثروه حرجيه كثير كبيره، نحن عم نعمل المستحيل بما يختص فينا، بس المشكله انه نحن ما عندنا طرقات للسيارات الاطفاء لنبرم فيها بسهوله حتى نقدر نطفي الحريق، عم نضطر اوقات نمد 30 و40 خرطوم بارض كثير وعلى خطر حريق. الهواء عم يقلب شرقي، بيكون شرقي بيقلب شمالي، يعني ما عندك سيطرة عليه، يعني ما فيك كمان تخاطر بأرواح أشخاص بالأحراش. طب يعني قد ايه اكتشفنا اليوم وخصوصا بهيدا الحريق بانه نحن امام عجز كبير؟ يعني لا توجد لدينا المعدات، لا توجد لدينا الطوافات، ومظبوط بانه الياتكم في جزء كثير كبير منها ما قدرتوا بانكم تستخدموها لان بحاجه للصيانه او بحاجه لمازوت. يعني خلينا نكون ندخل الى الامر المتعلق فيكم، هل فعلا انتم وقعتم امام عجز بسبب الظروف السيئة اللي عم بتعانوا منها كدفاع مدني؟
هلا هي مش بس الدفاع المدني عم بيعاني بظروف سيئه تقريبا البلد كله عم بيعاني، بس هلا لان نحن امام يعني حرائق عم تتجدد. انا معك يعني هذا التراجع مثلا اقتصاد او شيء هذا بده ينطبق كمان على الدفاع المدني، الدفاع المدني ما راح يكون خارج الاشياء هيدي. اكيد نحن عندنا نقص بالاليات، عندنا نقص بالاليات بالصيانه بمحلات معينه، عندنا نقص بالعناصر. يعني انت ما فيك كمان تتكل على المتطوع بكل الوقت، يعني ما عندك عناصر كفايه. هذا الموضوع حرائق الاحراش عالم بحد ذاته، يعني بيحسبوا له حساب مثل دول العالم، بيعملوا له تخطيط. بس نحن للاسف بلبنان قدراتنا هيدي هي عم نستعمل. يعني نحن لو عندنا قدرات ذاتيه مثلا بالشمال ما بعثنا من بيروت ومن جبل لبنان على حريق القبيات واكروب والهرمل. نعم، يعني ما بتبعث ساعتها من غير مناطق الا بحالات كثير خفيفه او دائمه. هل عدم تعيين حراس احراج يساهم بهيك مصايب وبهيك كوارث؟ هو بالاساس يعني نحن دور لهم دور كثير كبير هن بالبلديات، بمعنى انه حارس الاحراج او البلديه واجباته يراقبوا اذا بدايه الحريق اذا بلغت عنه بسرعه بقلل انا بسياره اطفاء وحده انا عالجه. بس لما بيتاخر البلاغ ليجي ما بيحدد لك المكان مزبوط بدك تروح تبرم انت بالحرش شوي بالحريق بتخسر وقت. بتخسر وقت، وهيدي بالحريق الحرش بس يكون في هواء مش الساعات، الدقائق الى حساب. هل هو مفتعل؟ هل هذا الحريق اللي صار بلبنان بتقديركم هل هو مفتعل؟ شو هو سببه؟ كل الحرائق، اغلب الحرائق بلبنان من صنع انسان. اغلب الحرائق شو ما سمعت؟ من صنع انسان. يعني مفتعله؟ يا عن جهل يا عن قصد يا عن ما بعرف، ما في شيء. طيب لما تكون عن قصد شو بيكون الهدف منه؟ يعني ليه 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 انسان يلجا لحرق هيك مساحه حرجيه؟ اذى غير انه اذى وغير انه بيكون انسان مريض نفسيا اذا هيك عم بيعملها، شو شو السبب المادي؟ يعني بيكون بده يستفيد من هالاراضي؟ هلا يمكن استصلاح اراضي، يمكن ممنوع تعمير، يمكن في 100 سبب وسبب لهذا الموضوع، يعني ما بقدر افوت فيهم كلهم يعني. بس انا بعرف انه في حريق، الحرائق اللي عم بتصير 99% او 95% منها من صنع انسان. يعني نحن اذا هيدي الشراره اذا فينا نستغني عنها عم نوفر كنا مساحات كبيره وللاسف ما عم نسيطر عليها. طيب ليه ما طلبتوا السؤال الاخير مساعده ومسانده من قبرص او من الاردن لحتى يبعثوا طوافات وبالتالي كنا كسبنا وقت وكانوا ساعدونا ب يعني هذا الامر ما بيرجع لي انا، يعني نحن كدفاع مدني نحن لمين بيرجع اذا مش لكم كدفاع مدني؟ اكيد ما بعرف يعني للحكومة؟ أكيد نحن نوصل الصورة مثل ما هي. طب ما طلبته من بالنسبة لا بل... أنا ليك بدي أقول لك، صار يومين كنت بالقبيات، يعني ماني متواصل بهذا الموضوع كله على الأرض شو عم بيصير. نعم. طب السؤال الأخير، هلا الحرائق وين موجودة؟ هلا الحرائق عندي بمنطقة فوق القبيات شوي، بأكروم بالجبل فوق، بعندقة كمان بالجبل، وبمنطقة الرويمة بمنطقة الهرمل خفت كثير هلا عن البلغوني كانوا قبل شوي. نعم، انه الهواء ساعدنا، الهواء انه ما بطل قوي قدرنا نعمل. يعني اليوم ممكن يصير في سيطرة تامة على كل الحرائق؟ لا صعب لأنه بعد بضل عندك الأرض المحروقة بدك تبردها كلها، بدها شغل يعني. نعم، يعطيكم ألف عافية مدير العمليات بالدفاع المدني جورج أبو موسى، شكرا لك ولانضمامك لنا للإضاءة على هذا الموضوع وللاطلاع على آخر المستجدات من أرض الواقع، هذه الكارثة البيئية والحرجية اللي صرنا يومين بلبنان عم نعاني منها. ومع ختام هذه الفقرة ننتقل إلى برنامج الحدث مع الزميلة جوزيفين ديب.